يا صباح الخير على كل مشاهدي شبكة ان تي ان ناين لايف، نهارك سعيد، يوم سعيد على كل بيتابعونا، يوم سعيد على مصر كلها ان شاء الله. واول اسبوعين في السنة الجديدة 2012 مليانين بالاحداث، احداث سريعة واحداث سخنة جدا، هنحاول النهاردة نناقشها في فقرتنا. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا شيخ. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا ايمان. صباح الخير. صباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي النايل لايف. والنهارده معانا فقرات كتير زي كل مره. النهارده هيكون معانا فقره مع الدكتوره نور الهدى، رئيس وحده التشخيص الاكلينيكي للثدي بوزاره الصحه الكويتيه. هتكون موضوع الفقره عن المؤتمر الدولي الرابع لاورام الثدي وامراض النساء. كمان هيكون معانا الحقيقه حاجه شغلنا كلنا وبنتكلم عنها كل يوم، وبقالنا تحديدا 3 4 اسابيع كده داخلين على شهر بنتكلم فيها بشكل مكثف، وهي عوده الاستقرار او الحاله الامنيه المستقره للشارع المصري. طبعا متمثل في عوده الشرطه ب يعني مش كامل قوتها بس جزء كبير من قوتها للشارع المصري. هل هي فعلا عوده فعليه ولا لا؟ هل احنا بجد حاسين بيها ولا هي شكليه بس؟ طب العوده دي في ايه؟ في الامن بس؟ في الحالات الاجراميه ولا في المرور اللي مش باين قوي التاثير فيه ولا ايه بالظبط؟ بس هقول لك حاجه، امبارح كان في عربيات كتيره جدا مسروقه، كانوا فكانوا بيعلنوا عنها، وانا بجد حسيت بعوده الحاله الامنيه في الشارع. انا لسه كنت بقول لك انا كنت بخاف دايما اعمل اللوك العربيه امبارح، كنت حاسه فعلا بامان وانا في الشارع. بس في مشكله بقى، الباعه الجائلين والحاجات اللي بقى اللي انتشرت دي المفروض بقى ما دي محليات دي اللي تتظبط، المفروض محليات بالتنسيق مع الداخليه. يعني احنا نقدر نقول ان عوده الامن نسبيا مش عوده الامن كليا في الشارع المصري. بس هنعرف بقى اكتر عن الموضوع دوت. هيكون معانا ضيف في الفقره ديت وهو الدكتور سعد الزنت وهو خبير امني. عندنا كمان فقره مهمه جدا عن وثيقه الازهر، يعني اعتقد الايام اللي فاتت كلها ما بنسمعش غير على وثيقه الازهر، وبيسموها وثيقه الاتفاق الوطني، وناس تانية بتسميها وثيقه الحريات، ودي بتقدمها اهم واقدم مؤسسه دينيه في مصر. هنعرف تفاصيلها بالظبط من استاذ عصام شيحه، عضو الهيئه العليا لحزب الوفد. وهيكون معانا فقره كمان مع دكتور عادل المراغي، امام وخطيب مسجد النور، وهتكون النهارده الفقره عن صفه الغضب. هنشوف بقى هنعمل ايه عشان ما نغضبش. وطبعا الرسول عليه الصلاه والسلام يعني كان بيقزم غيظه، والنهارده هنتكلم على موضوع الغضب ده بالنسبه لجمعه الغضب زي ما انت قلت ولا ايه؟ عشان ما يبقاش في جمعه الغضب. اصل انت عارف دلوقتي ايه كل حاجه بفكر فيها الاول، يعني اصل يعني ما علينا، هنتكلم الغضب على الاعداد. طيب دلوقتي هنركز طبعا اكيد جبنا مع فقره الصحافه، وهيكون معانا الاستاذ الصحفي خالد البلشي وهو رئيس تحرير جريده البديل الالكترونيه، وده هيكون مع مي بعد الفاصل. نهاركم سعيد على ناين لايف، خليكم معانا.